استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية رجل الأعمال الإماراتي الوجي جمعة الماجد، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وخلال لقاء أثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سمات الوجي الماجد في الشأن التجاري سواء داخل حدود بلاده في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، كما نوه سموه بسمات الماجد الكبيرة والمتعددة في خدمة العلم والثقافة من خلال مبادراته الكبيرة في تأسيس مراكز التعليم والثقافة واهتمامه بالتراث العربي والإسلامي وتاريخهم التليد، منويها سموه بدور رجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد في الشأنين التجاري والخيري، والذي يعد امتدادا للدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات الشقيقة في هذا الجانب، مؤكدا سموه أن إشادة المؤسسات الدولية العريقة بمبادراته الخيرة والإنسانية يعكس بصورة جلية أصداءها التي تعدت النطاق المحلي والإقليمي إلى العالمي. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به مركز جمعة الماجد الثقافي للثقافة والتراث في الاهتمام بالتراث الإسلامي وفي حفظ التراث الإسلامي والتعريف به، متمنيا سموه للوجيه الماجد التوفيق والنجاح في مسيرته التجارية والأدبية والثقافية والخيرية. من جانبه أعرب الوجيه جمعة الماجد عن سعادته بلقاء سمو رئيس الوزراء، مشيدا بالدور الذي يطلع به سموه في دعم العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.